بغية فأشارت إليه قال وكيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وظلا بوالدتي ولا اجعلني جبارا تقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتلون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويلا للذين كفروا من نشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون يوم في ضلال مبين وإنذرهم يوم الحسرة قد يسأمهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ما شاء الله. هذه هي الشروق، هذه هي. نشكركم على اهتمامكم وبارك الله فيكم. بارك الله. لا تسجي علينا ما نخبيش عليك بالسلام. امين امين. يا بني يا بني يا سلام في مقلتي أنت أولى في الحشا من مهجتي من ناظريا تسعد القلب الشجي.